مساء الخير شبابي وأعزائي، قناتكم الملكة والأمير. الملكة هي العذراء وماري جرجس الأمير. النهاردة هنتكلم عن موضوع كان ليه أقدمية شوية وكان قديم، وهو النهاردة كان حكم صادم على الراهبين، الراهب أشعياء والراهب فلتأوس. كان الراهبين واخدين حكم بالإعدام، والنهارده كان برئاسة المستشار عاصم الغايش. جم المحامين قدموا حوالي 300 ورقة أملا في إنهم يجيبوا براءة لهذين الراهبين. كان وائل سعد وهو الراهب أشعياء كان واخد حكم بالإعدام، وكذلك الراهب فلتأوس. ووقف المحامي محمد سعد طالب بإلغاء حكم الإعدام في جلسة النقض، بمقدما الأوراق والمستندات لإلغاء هذا الحكم. ولكن نجد إن محكمة النقض رفضت جزء من هذا الكلام، وقررت قرار كان صعب على المحامين وعلى معظم الناس. صدرت المحكمة بإقرار حكم الإعدام على الراهب أشعية وهو وائل سعد، وتغيير الحكم على الراهب فلتأوس من الإعدام إلى المؤبد. وهذا الحكم كان حكم صادم جدا جدا، كان كله بيأمل إن يتم تغيير الحكم، تحويله من إعدام إلى مؤبد أو إلى أقل من ذلك. ولكن المحكمة كانت شايفة ان وائل سعد هو يعتبر القاتل الوحيد اللي قتل الراهب ابي فانوس رئيس الدير دير ابو مقار، وده دير كان من الاديرة العظيمة. وكانوا استغلوا فرصة ان العلاقة كانت علاقة ما هياش جيدة بين البطريرك اللي هو البابا شنودة الثالث بطريرك الكرازة المرقسية. كانت هناك علاقات يقال انها غير وطيدة بين الاب مقار والبابا شنودة، وكذلك البابا توادروس الثاني. وناس استغلت هذا الكلام على أساس إنهم يوقعوا أو يعملوا أحداث. ناس شايفة إن الموضوع ده هو في موضوع سياسي، ولكن طبعا إحنا شايفين إن الموضوع ما نقدرش نتكلم فيه، عشان ما نقدرش نخش في أي مواضيع سياسية لأن ده يعتبر أمن قومي. ولكن نقول ربنا يعمل الصالح ويعمل الخير لكل مصر دايما وكل شعبها. هنتكلم موضوع تاني، موضوع الاخت رانيا عبد المسيح، الاخت الفاضلة اللي انا حاسس ان موضوعها اصبح مات. وهل الناس اعتبروها انها اصبحت خلاص ميتة؟ هل الناس اعتبرت ان هذا الحدث اصبح لا قيمة للحديث عنه؟ اصبح مفيش داعي ان احنا نتكلم عن الاخت رانيا عبد المسيح تاني؟ هل الدولة رأت ان الموضوع ده غير مهم وليس له اهتمام بالمرة كأي انسان مختطف؟ وبيحصل كتير قوي في البلاد كلها ناس بتختطف ومحدش بيعرف عنهم اي حاجة. هل الامر اصبح اعتبروا ان الاخت رانيا عبد المسيح
ماتت؟ هل اعتبروا الاقباط او الاخوه المسيحيين اعتبروا ان الاخت رانيا شهيده؟ هل اعتبروا الاخت رانيا خلاص قد انتقلت الى الاسلام واصبح الامر غير مهم ليهم؟ كلام كتير واحداث كتيره، ولكن احنا باعتبرنا ان الاخت رانيا عبد المسيح هي ام مصريه لثلاثه بنات، فاحنا بنرجو وندعو من الله انها تعود من اجل بناتها، وليس من الضروري البحث عنها من حيث انها مسيحيه او مسلمه، لاننا كلنا اخوه في وطن واحد. لا يجوز لاي شخص ان يدعي انها اصبحت تمثل الديانه الفلانيه ولا تمثل الديانه الفلانيه، لان الديانه هي ليها مقدرتها ولها قدرتها ولها عزها عند الله. رانيا المصريه، رانيا القبطيه، ندعو من الله ان يعودها ولبناتها وزوجها وامها واسرتها بالكامل، ونطلب من كل الاخوه المصريين من يعرف عنها اي اخبار فليخبر امن الدوله، ونرجو من الساده المسؤولين اعضاء مجلس الشعب ومجلس الدوله والقضاء المحترمين الشرفاء باتخاذ اللازم لعوده هذه الاخت المصريه الفاضله، بصرف النظر عن طبيعه شخصيتها، بصرف النظر عن انها كانت عضوه في بيت العيله يا بيتنا، وهو البيت الذي ليس له اي مقياس يمثل قانونا الدوله. شكرا لكل احبائي واعزائي، ولكم كل مني الاحترام والتقدير. حفظ الله مصر وكل شعبها من كل سوء، وارجو من الله ان يحفظ شعبنا ويحفظ الرئيس السيسي وجيشه العظيم والبابا تودروس الثاني بابا بطريرك الكرازه المرقسيه وشيخ الازهر، وربنا يكون مع مصر كلها جميعا. شكرا لكم. قناة الملكة والأمير، الملكة هي العذراء وماري جرجس الأمير.